لحظة تتويج وليد الرقراقي بجائزة أفضل مدرب في العالم، وهذا ما قاله. توم بريز، سلام الله عليكم. قال الناخب الوطني وليد الرقراقي إن أسود الأطلس سيفوزون بكأس العالم القادمة خلال ليلة الأساطير، وهي الأمسية الرمضانية التي تستضيف فيها سكاي نيوز عربية نخبة من أساطير الرياضة. قال حينها الرقراقي: في المرة القادمة سنفوز بكأس العالم إن شاء الله. وأضاف هذا مدرب المنتخب المغربي الذي منح خلال الفعالية جائزة أفضل مدرب عربي عالمي. أشكركم وأعرف مدى دعمكم للمنتخب المغربي في المونديال الأخير. وأوضح الرقراقي: سيثبت المنتخب المغربي للعالم أن هناك فريق إفريقي وعربي في نفس الوقت يستطيع الفوز بكأس العالم. بثقتكم ودعمكم سنحقق ذلك. وكان منتخب أسود الأطلس قد قدم عروضا رائعة في مونديال قطر 2022، إذ هذا وحل رابعا في البطولة التي أقيمت أواخر العام الماضي. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، جائزة أفضل مدرب في العالم وليد الرقراقي. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم for all Muslims in the world. Thank you so much for Emirate people. All of Emirate people, I know he support Morocco in the World Cup, and I'm very proud about that. Sky News. And what I can say, with my team, I want to show of the world. Inshallah, in the future, one African team on one Middle East team, he can win the World Cup, inshallah. With a confidence that is important, and the support. And I think in the moment to think is possible. And I want to say thank you for my king, Mohamed Sadis, for his support. And Moroccan team, all Muslims in the world, for what... I feel this support in the World Cup, every game, Muslim people, African people. And next time, inshallah, we do it. Thank you. Inshallah, inshallah. إن أعجبك الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.